وادي احلى خروج. طب انت قاعدين طوايه الحته دي بقى كده لوحدها اتجار. مستشار مأمون علم الدين معاك. جات لك بنت اسمها رشا رؤوف الجمال. بنت رؤوف الجمال يعني. ودي تبقى بنت عم مراته. بس يا ابني انت وهي بقى وجعتوا دماغي. بقول لك ايه؟ محدش هينفعكم. انتوا رايحين للي ما بيرحمش. الحقني يا بابا. ما تخافيش. ما تخافيش يا رشا، انا مش ساكت. وان شاء الله هتروحي معايا يا حبيبتي. تروح معاك فين بس؟ مود وكيه. ايه الحظ زفت. محامي؟ وصلت لمحامي؟ ايوه يا ست الكل. ازيك يا حبيبتي؟ صباح النور يا محمود يا بكاش. الا فاكره ده انا ياما كنت بصحى من النوم في عز الشتاء على صوت كاسات عربيتك. والله كانت ايام حلوه قوي. انت بقى بتهددني بكلامك ده؟ بس بالعقل كده يعني، انا مش كنت قاعد في العربيه بضرب وهي كانت قاعده جنبي بتصلي. بعد اذنك يا باشا. محمود بيوصل. بعد اذنك يا فندم. اقعد انت اهو. اقعد اهو. باشا في عسكري بره المكتب المستشار مأمون عالم الدين. عايز سيادتك. وجيه بيه. ازاي سعادتك؟ خد اديله الموبايل بتاعه وهات لي المحضر بتاع المخدرات ده، انا حقق فيه بنفسي. طب انتوا كويسين مع بعض اليومين دول؟ اه يا ماما، بس مش عارفه كده ساعات بحس محمود متوتر وقلقان وبيتعصب بدون داعي. يعني انتوا الاثنين بتنكروا علاقتكم بالحاجات دي؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي اصلا. ولا بتاعت وليد؟ ممكن اتكلم معاها كلمتين يفيدوها في التحقيق. والله يا مأمون، الراجل ده لو خرج بنتي من الموضوع ده لا اخلي تحت رجليه كل اللي يحلم. يحبس كل من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الفصل في الأمر. أنا بنتي تتحبس يا مأمون؟ رشا كمان تتحبس؟ طب ازاي؟ أرجوك اديني فرصة وأنا هخرجها لك. أما اللي اسمه وجيه الزفت ده هيبقى له معايا 7 سنين. بقول لك إيه يا محمود بيه؟ أنا شايف من الأفضل يعني إنك تلم الموضوع. مأمون باشا، محمود وجيه سمعته معروفة كويسة. أنا راجل بيراعي ضميره قدام ربنا وقدام نفسه، وأعتقد إن دي حاجة ما تضايقكش. أنا عمري ما هنسالك الموضوع ده. والأيام دول يا باشا، وأنا ما بهددش. أنا بنفذ عقلي.